تلعب الكرة فرلول سلوسي زيع بالقدم اليسرى. ماذا يقول الحكم؟ الحكم سيد عبيد شرف يقول ضربة جزاء. صوفي كمال ملال بن عمر ملال يهدر هذه الفرصة. سجل صفر مقابل صفر. كرة طويلة من هناك ناحية بن حمو. بن حمو خطير لما يأتي من بعيد والحارس صوفي كمال. صوفي كمال تبقى دائما الكرة في منطقة العمليات والحكم السيد عبيد شرف يقول مخالفة. ناحية ماحي بن حمو التوزيعة من ماحي بن حمو والدفاع. يا للمهارة يا للكرة. كرة أخرى لصالح المولودية عن طريق ماحي بن حمو يتمكن من تجاوز المدافع. يمر الكرة ممتازة صعبة خطيرة. ماذا يضيع هشام نقاش؟ ماذا يضيع هشام نقاش؟ في هذه الأثناء تنطلق المرحلة الثانية بين مولودية وهران ووداد تلمسان. بن حمو يحاول المرور عن طريق المراوغة. ماحي بن حمو خطيرة. تلمسان عن طريق بوزيدن يغير تماما الجهة. تبقى دائما الكرة ودادية والتوزيعة طويلة على لاعبي الوداد. كرة لصالح المولودية عن طريق حميدي كمال. التوزيعة ممتازة صعبة خطيرة. ماذا يضيع مولودية وهران؟ والانطلاقة عن طريق شريف سيام. يمر الكرة ممتازة. ماذا يضيع محمد البشير باللومي؟ والآن الفريقان يتجهان إلى الأشواط الإضافية في هذه المباراة. في هذه اللحظات مولودية باللومي كرة رائعة من باللومي وتصدي أروع من الحارس صوفي كمال. والانطلاقة من مطراني. الكرة لم تتجاوز المستطيل الأخضر من جانب المولودية. ما دام هناك يضيع. الكرة تقول لا. الكرة تقول لا لمولودية وهران. البشير باللومي دائما عودة كلية. رأسية فرلول سلوسي تجانب العمود الأيسر للحارس صوفي كمال. حتى يسلسل تضييع الأهداف في هذه الكرة لم تتجاوز المستطيل الأخضر. والحارس أسامة لتيم. أسامة لتيم ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ يقول بأن الكرة اصطدمت بيد أسامة لتيم. بنوة عبد الصمد أمام الحارس صوفي كمال. يضيع بنوة بالحالي لوداد تلمسان أمام فرصة